السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان ديالنا، نهاركم مبروك. كنتمنى من الله تكون على خير وبخير وصحة جيدة رب العالمين. كنشكر جميع المتابعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكرهم بزاف بزاف على المتابعة ديالهم وعلى الثقة ديالهم فينا. دائما الناس اللي كيسولونا، حنا دائما كنجيب لكم الجديد، باقي دائما مع البناء عبد الهادي، ديما الجديد إن شاء الله يا ربي. وكاين الخير الحمد لله، باقي الخير القدام، ديما الخير موجود كما كنقول لكم. بالنسبه للاخوان ديالنا، نعطيكم بعض المعلومات على التقسيم ديال 100 المترو. التقسيم ديال 100 المترو كيبقى على حسب كل بلان وبلان وكل واحد وفكرته. حنا كنحاولوا نشاركوا معكم اي حاجه درنا، كنشاركوا معكم وانتم كيبقى الراي ديالكم حتى نتوما عطيونا فكره. راه بزاف ديال الناس كيستافدوا منه صراحه، في الخدمه ولا خارج الخدمه ولا في التعاليف ولا في حتى واحد ما غادي يتصبر على بغيتي. الحمد لله احنا دائما في خدمة الجامعة، كما كنقول حنا كنعطيكم بعض المعلومات وانتم ما تبخلوش علينا باللايكات والتعاليق والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. بالنسبه للاخوان ديالنا، هذه القطعه ديال 100 متر، 100 متر فاص واحد. اتفقنا عطيناكم بزاف المعلومات على هذه 100 متر. عندنا 100 متر متصق مع 100 متر، جوج الخدمات متصقين مع بعضياتهم. اتفقنا عطيناكم بعض المعلومات ديالها، وباقي ان شاء الله تغب بزاف التفاصيل على هذا الشيء. ها بالنسبه للاخوان ديالنا، غنبداو لكم ان شاء الله يا ربي بالمعلومات ديال التفصيل ديال هذه السكنه. هذه عندنا الباب التفصيل هو هذا اللي كتبعوا معنا. الباب التفصيل غيكون هنا مكسطري، كيدخل هنا غادي يكون ها، نعملوا واحد الصندوقه ديال باش وقت كتخرج فيها ما غاديش يكون كيتفتح باش ما يخلي لنا سباس كبير. كندخلوا هنا على باب التفصيل، كنجبروا صاله، وراه كاين الاختلاف في الطبق الارضي ماشي هو الطبق الثاني. كاين الدار اخرى ماشي هي الدار هادي. غنحاول نعطيكم ان شاء الله يا ربي كل صاله وكيفاش جات. عندنا صاله كما قلنا لكم، الصاله الاولى هي اون فاس، كتدخل كتبر صاله. كنزيدو ندخلو شويه، كنجبرو صاله اخرى هنا، فرقين بهاد الرجل هادي. كيبقى على حسب كل واحد وباش كيفرق، يا بالرجل يا باللوح يا كيبقى اختيار. بالنسبه للقبس هو هذا، السيد راه خدام الحمد لله، كيفيني دابا دابا القبس. ما هو رايكم في هذا الباس؟ هو القبس صراحه خفيف هكا احسن، كيكون من الافضل حاجه حسبيه دائما كتبقى في كما قلنا لكم الصاله الاولى الصاله الثانيه. جينا هنا جبرنا بيت، بيت صراحه مشمش، بيت كبير هو بالقبس ديالو كلشي. بلاصة الديكور ديال الكاما أو بيت النعاس لي كيجي هنا كيغادي يشوف معانا فيه الخرجة د الباركو أو السرجم حداها، صراحة مشمش. هذا البيت راه كبير، هاد الفولور عندنا هنايا. كنجيو لهنا تاني كوزينة، المطبخ ديالنا ما شاء الله تا هو راه كبير، عندو إطلالة على لاكور أو الباطنو، عندو سرجم هو كيسوى معنا سرجم كبير ما شاء الله. الباب ديالو دلاكور هنا كتخرج من الكوزينة كتخرج للاكور. سباب ديكور القرص هو هذا اللي جا في المطبخ، هذا هو ديكور القرص كيفاش جا. باقي صراحة تا كيدوز الدار و لي سبوط و هادي عاد كيعطيو يكملو منظر القرص. هذا هو المطبخ. جينا هنا على الدخلة الشمال، كنجبرو هاد الكولوار هنا، كنجبرو حمام، هاهو حمام صراحة هنا، هنا في كاين مريفعات هدا ديما يدير صابون شامبان هدا معروف. جينا هنا جبرنا البيت التاني، هذا هو البيت التاني، بيت ديال الأطفال كتاكيت الصغار. وهذا في هاد النجيبات هكدا، المهم معروف ديكور ديال الدراري. هذا البيت كي يقدر فيه يجو فيه الكيمان صغار صراحة، معروف ضروري الكيمان صغار. هانتو تا هو إطلالة لاكور، السرجم ديالو هو كبير. هنعطيكم صورة إن شاء الله على برشا ديال هاد 100 متر.
خليكم تتابعوا معنا، عطيكم الصورة على بعض. بالنسبة للإخوان ديالنا كما عطيناكم معلومات كاملة الداخل، هذه هي الدار أو القطعة ديال 100 متر، 10/10 إيد بلوس دو. هذه هي الواجهة ديالها صراحة. عندنا جوج دور مع بعضياتهم كما كتشوفوا، بنيناهم نفس الفورما نفس الخدمة، حتى البيبان والسراجم جاو نفس، صراحة جا فيهم منظر رائع. بعد الصباغة إن شاء الله غيظهروا شي حاجة في المستوى صراحة. بيبان الحديد هما هادو اللي كنا سبق نعطينا لكم فيديوز ديالهم، حتى البيبان الكراجات هما قبلتكم ما شاء الله. احنا عطيناكم معلومات كاملة. هذه هي الفصل ديالها كما قلنا لكم، هذه البلاصة هذه ديال المكانة ديال الماء ديال الضوء، حتى هي جات صراحة بازيكم عليها شوية مزيان. هانتو كيفاش جا ديكور ما كيظهرش زعما صراحة الماء كان تما. هذا هو الباب، بيبان مختلفين غير في الصباغة، أما في الزواق راهم هادوك. هذا اللي كان الإخوان ديالنا، وصلنا مرحلة نهاية الفيديو. كنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، كنا حسن ظن ديال الجميع.